بوقت من الأوقات بوقت من الأوقات بيجي نهار ما بتطلع فيه الشمس، وبيكونوا كل الأشخاص بيعرفوا إنه هذا الوقت ما رح تطلع فيه الشمس، إلا هذا الزمن ما رح تطلع فيه الشمس لأنه الكل رح يموت. وبتبلش تطلع رواحهم وبتبلش تطلع روحي، وبفوت بدوامات، بصير بطير 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 وما بعرف شو بدي أتمسك. وفعلا بغيب تماما يعني عن الـ عن الـ عن الحياة، بفوت بدوامة الهواء هيك بدور 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 بدور. يعني يمكن الشيء الوحيد اللي طلعني من الحالة اللي أنا فيها هو البرد. البرد كان قاسي،